كتير، أجزاء وجزئيات من خلال الفن، مسألة كبيرة. لأن الفن وخاصة الفن التشكيلي الإنسان يتعامل ويا لون، لون وشكل. اللون يجب أن يكون مؤثر، يجب أن يكون يؤثر على المتلقي. والشكل أيضا إلى كثير من الأمور اللي تأثر على المتلقي. إذن من يحب المتلقي، من يحب لوحة، من يحب عمل فني، من يحب، إذن هو يتغير من جمال إلى أجمل إلى أجمل. أنا برأيي في لوحات، في أعمال هائلة تخص الفنان نفسه. نعم. جمالياتها تبقى محدودة عند الفنان، بداخل الفنان. ليش؟ انطلاقا من الظرف اللي نفذ به هذا العملية. يعني في أنا حبي للعراق لا يوصف. سمعت مثلا ضربة قذيفة في على ملجأ العامرية، هزتني ودمرتني. شلون اسويها؟ شلون انقلها؟ شلون اخلي العالم والناس والمشاهد يتفاعل ويا هذا الحدث؟ استخدم اللون القوي، الشكل المؤثر، موضوع اللوحة كلها. بالتأكيد العمل الناجح هو مؤثر نمبر 1 بالمشاهد. أستاذ أنيس، أشوف كل لوحاتك هي سريالية، وعندك بعض اللوحات من الفن الحديث. أي تعرف يعني قريب السريالية عليك حتى تكون كل لوحاتك بهالطريقة؟ السريالية هي مدرسة عظيمة، مدرسة رائعة. هي مؤثرة بي من زمان، وهسه استحضرتني قصة قديمة. كنا بالبصرة، اكو في سينما بالعشار، منطقة العشار. اذا انا مناسيها يمكن اسمها سينما الوطن، يمكن سينما الوطن. اي بالزمان كنت يمكن بالاول متوسط، مدري بالسادس ابتدائي، والله ما اتذكر بالضبط. بس هسه ذكرتها، الصورة كلها واضحة صارت قدامي. رايحين فيلم انا واخواني بالسينما. احنا الناس جاي تباوع على الفيلم، وانا استهوتني لوحة عمل، هو بالحقيقة مو لوحة، عمل نحتي لفنان عراقي مخلينها قريب السقف، مساحة رهيبة، يعني 10 15 متر طولها. هي عبارة عن سيدة، امرأة مستلقية بطريقة جواد سليم. جواد سليم يتعامل ويا جسد المرأة، انتفاخات يكبرها أكثر مرات، يعني يبرز الانحدارات المميزة بجسم المرأة. وهي سريالية، يعني اللي يشوفها هي امرأة يعني تأثرت بالمدرسة السريالية. صدقيني هاي انطبعت بدماغي. يمكن أنا أقول يمكن هذا واحد من الأسباب اللي بديت على أساسها. بالإضافة طبعا فنانين عظام، سلفادور دالي، هذا أبو السريالية. أنا من عشاق لوحاته، لأن الفن السريالي، أنا بتحليلي الفن السريالي يظهر شغلة جدا مهمة. يظهر طاقة الفنان كرسام محترف، كرسام محترف. زائدا لوحاتك المشاهدة كلها، زائدا أفكاره، زائدا تخيلاته. فيمزج بين الشيء الحياة اليومية وما يترتب عليها بالمستقبل، وكأن يكون جسد معاني، فيضخم الصدر بشكل هائل، يريد يبرز المعاناة اللي بداخله. وهاي احنا نحسها. يعني انا من صار عندي مشكلة مثلا اتألم وافكر، احس بضيق بصدري. وانا رسمت لوحة هيجي
كنت في حدث صار لي بعمان، كنت متأثر جدا من موضوع ورسمت لوحة صدقيني ما أعرف شلون رسمتها، بس فاينالي بالأخير افتهمت انه شكل صدري متضخم جدا من قد الهم اللي بداخلي، وخصري يكاد ينقطع لأنه ما أكل ما أشرب بس أهم بهذا. قصدي إنه السريالية هي مو يعني أنا برأيي السريالية فن متطور هائل. أستاذ أنيس، هذا اليوم أكيد نريد من خلال برنامجنا نسلط الضوء أيضا على التجربة الإبداعية للفنان، فهناك من يقول إن الموهبة وحدها لا تصنع الفنان، فإنها تموت إذا لم تنميها التجربة. بمعنى أن التجربة أستاذ أنيس والموهبة جناحان لطريقة الفنان وطريقة للتعبير عنها. أريد أعرف شلون نفهم هذا الطرح. اختلفاء هذا السؤال صحيح، يعني التجربة أو الموهبة يا ما انقتلت مواهب، يا ما انقتلت مواهب سببها ما عنده مال، ما عنده فلوس، لو ظرفة غير مناسب أن ينميها، أو مرض أو كذا أو كذا أو كذا. إذن الله خلقه موهوب جدا، إذا ما عنده، يعني أنا واحد من الناس الله أعطاني موهبة، الأشياء اللي دفعت لهذا هي والدي كان يشجعني على الرسم ويحب، هو كان هم يرسم، يعني دائما الاستمرارية بال يعني التجربة. مثلا إذا انشاهد أستاذ أنيس أنه هناك كثير من الشباب اللي عندهم مواهب جميلة جدا ومواهب كثيرة، لكن ما يستقلون هاي المواهب، ما ينموها بالتجارب حتى يطورون مواهبهم. التجربة أنا في رأيي مرتبطة بالزمن. التجربة هو أنا أحكيها بحرقة هسا، يعني تألمني هذا الحديث، يألمني ليش؟ لأنه أكو ناس هواية فنانين وما تصدقين، إذا في مرة رحنا زرنا متحف الفنون التشكيلية بديترويت، المتحف طبعا بفطاح العالم، يعني أعمال لا تصدق، ولكن الأغرب من هذا واللي يثير علامة الاستفهام الكبيرة أنه أجمل الأعمال مكتوب عليها أنن آرتست، فنان غير معروف. هذا الله يدري، يمكن الصدف خلتها يكون ما معروف، بس هذا نتاجه. قصدي انه في مواهب بهذا العالم. حضرتك انت يعني اثارت نقطه جدا جميله، في مواهب قاتله، بس يعني لو ظرف غير مناسب له. أجين اقول لك اي شيء ماي خدمه يقتل، تنقتل بالمهد، بالرحم تنقتل هاي الموهبه بالرحم. أستاذ أنيس، كما هو معروف بأن العمل الثقافي الإبداعي يتطور أكثر، مر بمرحلة التزاوج الثقافي، وباعتبارك فنان عراقي له من الاختراق فترة طويلة هنا في أمريكا، أريد أعرف ما الذي أضافت تجربة الاختراق لك، وما هو تأثيرها على إنجازاتك أو إنجازك أو منجزاتك الفنية؟ الفنان مهما أيا كان إذا يصير ضيم الجوع والحاجة والعازة واللغة والتفاهم ويا الآخرين والمرض والكذا، هاي كلها أنا زائدا هذا إذا فنان تشكيلي، إذا فنان بصورة عامة، شاعر، أديب، قاص، هذا يبدع، يعني غصبا عليه يبدع. أنا برأيي إذا ما يبدع
يعني أنا في في حل من أمري، يعني إذا ما يبدع معناها ما أثرت بي هاي، وإذا ما أثرت بي معناها ما تفاعل ويا 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 ظرفه. لذلك أنا أقول الغربة مدرسة كبيرة، واللي ما يثبت جدارته بالغربة ما يقدر يثبتها بغير مكان. اللي ما ينجح شاهدنا أعمالك المميزة هنا أستاذ أنيس، يعني أعمال فنية وأيضا